السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كذلك سؤال من عند مالكة من خريبكة كتقول لنا بالنسبة للحناء، واش ممكن أننا نوضع الحناء في نهار رمضان؟ أقول سيدتي الكريمة، لا حرج في وضع الحناء لأنها ليست من المفطرات. إذا كانت المرأة تشتهي أن تضع الحناء على شعرها أو أن تضع الحناء في يديها، فهذا الأمر لا حرج فيه من الناحية الشرعية، ويجوز للمرأة أن تضع الحناء وليس فيه أي حرج من حيث الشرع، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.